حلقة اليوم هتكلم لأخبار الشوزات لشهر ديسمبر. مرحبا حمد طاهر ويا أهلا فيكم في قناتي. حلقة اليوم زي ما عودتكم هتكلم عن أخبار الشوزات اللي نازلة في شهر ديسمبر واحدة واحدة بالتفصيل. إيش اليوم اللي نازلة فيه؟ كم سعرها؟ إيش رأيي؟ قبل ما نبدأ أضغط زر اللايك، اشترك في القناة ودعمني، فعل جرس التنبيهات عشان تجيك الفيديوهات الجديدة، وسوي شير قد ما تقدر للمقطع. كونفرس مارتن علي تشاك تايلر ديلكس ويج تنزل في أمريكا يوم 1 ديسمبر بسعر 160 دولار. هذا الشوز كولابريشن بين كونفرس والديزاينر اللي أنا ما أعرفه بصراحة اسمه مارتن علي. يجي بوت أسود لكونفرس ويجي معاه كده زيادة تيجي تغطي الكعب إلين الركبة. ما أنصح به، أول مرة أشوف صراحة الديزاين ده. أتوقع ممكن ينزل عليه تخفيض. الشوزات دي اللي يكون فيها كولابريشن بين شركة وبين ديزاينر، يا إنها تضرب يا إنها تكون عادية مرة. ما أعرف هيكون عليه ريسل ولا لا. لبران أي بي ألون أو أبالون هتنزل في أمريكا يوم 1 ديسمبر بسعر 210 دولار. شوز باسكتبول لبران جيمز. مو عاجبني الألوان، شوزات لبران جيمز دائما ما تعجبني. هذا الديزاين صراحة مو حلو والألوان مو حلوة، فمرة ما أنصح فيها. أكيد هينزل عليها تخفيض. يوم 2 ديسمبر هينزل واحد من أحلى الكولابريشن اللي تسويه شركة نايكي. هتسوي كولابريشن مع ديرون بيكر. ديرون بيكر هذه مستشفى أطفال اسمها ديرون بيكر هوسبيتال أو تشيلدرن هوسبيتال. هتسوي كولابريشن على مجموعة شوزات. صراحة القصة حقت الكولابريشن أو قصة حقت التعاون ده مرة حلوة. التعاون هذا بين نايكي ومستشفى الأطفال هذه، ويجيبوا مجموعة أطفال يسووا عليهم نومينيشن، يقولوا لهم يلا سووا ديزاينات للشوزات، ويختاروا منهم 6 أطفال. الستة الأطفال دول من حقه إن يختار الشوز اللي يبغاه، الديزاين حق الشوز اللي يبغاه، سواء كان Air Max 90 دانك لو ولا دانك هاي ولا جوردن، ويسووا كاستم، يسووا تصميمهم الخاص ويحطوه على الشوز ده. طبعا المستشفى هذه إلى الآن 19 سنة دي دخلوا 30 مليون دولار من الأرباح. الـ30 مليون دولار دي تروح كلها تبرعات، نايكي ما تأخذ منها ولا شيء ولا المستشفى تأخذ منها ولا شيء. وبعد ما سووا التصميم حقتهم نايكي تسوي عليها أبروف وتنزلها السوق وتبيعها. طبعا بس بقول لكم إنه نايكي أصلا تروح للأطفال دول وتجلس معاهم وقت وتساعدهم في التصاميم. يعني خليني أبدأ معاكم شوز على التعاونات هذه اللي صارت بين نايكي وديرن بيكر. ده شوز مثلا جوردن 3 هيوغو هينزل زي ما قلت لكم في أمريكا يوم 2 ديسمبر بسعر 210 دولار. هيوغو هذا ولد صغير أصله أسباني أو أصله بورتريكي، عمره 14 سنة، عنده مشكلة صحية في المستشفى هذه. صمم الشوز هذا، طبعا اسمه هيوغو ويدلعوه، هيوغو معناته باللغة حقتهم جوس، عصير. فهذا هيوغو عمره 14 سنة، اختار الجوردن 3 واختار الألوان هذه لأنه هو يحب السي هوكس. السي هوكس هذا فريق كرة قدم أمريكية بألوان الأخضر والأسود والأبيض، فاختار الفريق هذا فاختار ألوان الجوردن 3 بألوان السي هوكس. فزي ما قلت لكم اختار الجوردن 3، اختار السي هوكس وحط الالوان هذه. اسمه جوس زي العصير، فخلى الطريقه كده نازله من يعني كانها ليكويد نازله من الشوز. تصميمه مره جيد. جوه الشوز جهه مكتوبه البهامز، هذا الفيكيشن الدريم فيكيشن، عطله احلام الولد داني نفسه يروحها. والجهه الثانيه مكتوب فيه ماي هيروز از ماي مام اند داد، ابطال حقوني ابويا وامي. هذا الشوز ترى هيكون عليه إقبال مرة عالي وهيكون عليه ريسيل، وصراحة تصميمه مرة جيد. نزل معاه هودي، نزل معاه هودي بنفس الألوان، برضو الهودي جيد. كله زي ما قلت لكم هتنزل في موقع نايكي يوم 2 ديسمبر، وهذا الشوز سعره 210 دولار، مرة أنصح فيه لو قدرت تأخذه. الدانك هذا لوحدة طفلة عندها ورم في الدماغ بالتعاون بين نايكي وديرن بيكر، وحطت في الدانك هذه الألوان اللي تحبها. البنت هذه اسمها ميسي، والدانك هذا هينزل زي ما قلت لكم 2 ديسمبر بسعر 140 دولار، وحطت رسمات الورود اللي هي تحبها، ونايكي قدروا انه يترجموا الرسمة حقتها على الشوز. وجهة من الشوز حطت كوكي من برا، رسمة الكوكي، ومن جوة الشوز حطت المكونات الانجريدينس حقت الكوكي من جوة لان هي تحب الكوكي. سوت كمان هودي وشنطة كده تتحط على الوسط بنفس الألوان وبنفس الديزاين حق الشوز. طبعا مرة أنصح بالشوز ده، مرة جيد. هو طبعا نسائي أو بناتي أكتر، بس مرة جيد صراحة. 140 دولار 2 ديسمبر. ده شوز اسمه فلاي إيز ديرن بيكر كريس أو كريستوفر. كريستوفر اللي هو الطفل اللي صمم الشوز هذا، طفل عنده مشكلة صحية، تعاون بين نايكي ديرن بيكر المستشفى. الشوز ده مستوحاة من الثقافة اليابانية صراحة، تفصيله مرة حلو وديزاينه مرة حلو، حاطط في الشوز تفاصيل مرة كثير رسومات يابانية. الشوز ده نزل معاه هودي
ونزل معاه كاب، كل واحد أحلى من الثاني. الشوز ده هنزل يوم 2 ديسمبر بسعر $130. مرة أنصح بالشوز ده. ده الشوز اسمه Air Max 1 ديرن بيكر هيلي، هينزل يوم 2 ديسمبر بسعر $140 لوحدة بنت اسمها هيلي عندها مشكلة صحية. تعاون بين نايكي وديرن بيكر، حطت عليها رسوماتها. البنت هذه عندها مشكلة في القلب، بنت مرة صغيرة يا جماعة، القصة مرة كيوت. حطت رسمة القلب على الشوز ده لأنه هي عندها مشكلة في القلب. اختارت ألوان البينك في الشوز ده، في سلسلة في الشوز ده عليها الكلب، الكلب اللي هي تحبه. قصة مرة حلوة للشوز ده بصراحة. الاير ماكس كله فيه جليتر، من تحت الشوز فيه جليتر وجوة الشوز فيه جليتر. هينزل يوم 2 ديسمبر بسعر $140. مرة أنصح بالشوز ده رغم أنه بناتي، يعني أنصح به للبنات. والشوز ده يجي معاه شنطة وهودي، كلهم حلوين. الشوز ده اسمه ماونتن فلاي لو ديرن بيكر جارد، تنزل في أمريكا يوم 2 ديسمبر بسعر $150. واحد اسمه جارد في المستشفى حق ديرن بيكر، تعاون بين نايكي وديرن بيكر، سوى الشوز ده. حط فيه شجر لأنه يحب البيكنيك ويحب التخييم، وحط برضو أسفل الشوز في الأوت سول كده كأنه متوسخ الشوز، هو بيقول عشان لو توسخ الشوز ما يبان إنه متوسخ. برضو الشوز هذا هنزل معاه تي شيرت وكاب، جاكيت وكاب. صراحة الكاب مرة حلو، مسوي سووش كده بحاطط فيه تشيك ميت. الولد ده يحب الشطرنج، مرة أنصح به 2 ديسمبر $150. زي ما قلت لكم هذه واحدة من أحلى الكولابريشنز أو من أحلى التعاونات اللي تصير بين نايكي ومستشفى أطفال يا جماعة، ديرن بيكر تشيلدرن هوسبيتال. جيدة، كل الأرباح حقت الشوزات هذه هتروح تبرعات. 19 سنة اللي ورا كل التعاونات اللي صارت بين نايكي وبين دين المستشفى، كل الأرباح راحت تبرعات، وهذا الشيء صراحة مرة يعجبني في الشركات الكبيرة لما تسوي زي كده. ماجما سبيس سكاي هتنزل في أمريكا يوم 7 ديسمبر بسعر $200. هذا تعاون بين نايكي بالديزاين حق ماجما سبيس والشركة المعروفة اللي تكلمت عليها 100 مرة اللي اسمها سكاي. هينزل يوم 7 ديسمبر $200 على شكل بوت. هتنزل منه 3 ألوان، الفارسيتي رويال باللون الأزرق، البيكان باللون البني، وفي اللون الأسود. هذا إكسكلوسيف لسكاي. طبعا سكاي في العادة طلع الشوزات اللي هي شوزين في شوز، هذه المرة سوت الديزاين ده الغريب. ماني عارف إذا الشوز ده هيكون عليه طلب ولا لا. في العادة شوزات السكاي عليها طلب، بالذات لما تسوي كولابريشن في ديزاين جديد. هذا ديزاين جديد بس الناس ما عارفة هيكون عليه طلب ولا لا. أنا بصراحة ما عجبتني، أتوقع الشوز ده يكون عليه طلب في أمريكا في الأماكن الباردة لأنها بوت. هنا في السعودية وفي الأماكن الثانية ما يكون عليها طلب لأنه مين بيشتري بوت بالطريقة دي. أنا ما عجبني الديزاين صراحة وما أفكر إني أشتريه، ولو كان عليه طلب هيكون عليه طلب قليل. ترمينيتر هاي موري هاوس كوليج هتنزل في أمريكا يوم 2 ديسمبر بسعر $150. أنا الترمينيتر الهاي دي ما يعجبني ديزاين حقها ولا عجبني الألوان حقتها ولا أنصح بالشوز ده رغم إنه فينتج وقديم وكلاسيك. Air Penny 2 Atlantic Blue هنزل في أمريكا يوم 5 ديسمبر بسعر $200. مرة مو عجبني الديزاين ومرة مو عجبتني الألوان، والديزاين ده أنا عمره ما شفت أحد يلبسه فمرة ما أنصح به. Puma Pro Nitro الجريملينز هتنزل في أمريكا يوم 8 ديسمبر بسعر $140. في ناس كتير مهم توقع إنه الشوز ده يكون رهيب أو يسوي كويس أو يكون عليه ريسل، لأنه هذا تعاون بين Puma البرو نايترو والفيلم أو الشخصية المعروفة اللي اسمها الجريملينز. طبعا هو الفيلم قديم، في ناس كتير ما شافته، أنا والله يعجبني الجريملينز. طبعا في ناس متوقع أنه يسوي كويس الشوز ده لأنه نزل قبله تعاون بين بوما وريكي إن مورتي. ريكي إن مورتي داك فجر الدنيا، الناس مرة عجبها. هذا مع الجريملينز، في ناس كتير ما تعرف الجريملينز، شعبية الجريملينز ما هو زي ريكي إن مورتي. أتوقع يكون أنا عليه شوية ريسل لأنه ألوانه شوية حلوة، ألوانه كده الجرين، ألوانه الزيتي والبني مرة حلوة، فأتوقع إنه يكون عليه شوية ريسل. أنا بصراحة مو عاجبني، أنصح بي للناس اللي تحب شوزات الباسكت بول وتحب شوزات البوما. جوردن 11 جيرت شوت هتنزل في أمريكا يوم 9 نوفمبر بسعر $230. الناس اللي تحب شوزات الجوردن 11 there you go، جاب لكم شوز مشابه للكونكورد. الألوان هذه الناس مرة تحبها، أنا ما تعجبني جوردن 11 ولا أفكر اشتريها ولا أحبها في اللبس، بس الناس اللي تحب الجوردن 11 هذا الشوز مرة جيد، ما أتوقع يكون عليه ريسيل. أتوقع أسعاره هتفضل بين $230، ممكن تنزل شوية $210، لو طلعت مرة هتكون $250، فما عليه طلب. ما أنصح به للناس اللي ما تحب شوزات الجوردن 11، الناس اللي تحب شوزات الجوردن 11 مرة أنصح بيها لو قدرت تاخده بسعر الريتيل. فون بوزيت بلاك هتنزل في أمريكا يوم 12 ديسمبر بسعر $240. أنا ما أحب ديزاينات الفون بوزيت وباللون البلاك ده مرة لا، أصلا أنا ما أعرف ولا شفت أحد يلبس فون بوزيت بالذات هنا في السعودية وفي الدول العربية. ممكن في أمريكا يمشي سوقه، مرة ما أنصح به، مرة ما يعجبني، ديزاين مرة قديم وما حد صار يلبس الشوزات زي كده، ونايكي الستايلات الغريبة دي خلاص وقف، وقفوا
يعني ما حدا هيشتري، اكيد هينزل عليه التخفيض. اذا عجبك الشوز ده اكيد هينزل عليه التخفيض، مره ما انصح فيه. لبران 4 بلاك هتنزل في امريكا يوم 12 ديسمبر بسعر 240 دولار، مره لا باللون الاسود ده. شوزات لبران البولك دي مره لا، مره ما انصح بيها، اكيد هينزل عليه تخفيض. دانك لو باور باف جير هتنزل في امريكا يوم 14 ديسمبر بسعر 120 دولار، هتنزل منها 3 الوان، اللون الاخضر واللون البينك واللون الازرق، كلها جيده. كولابريشن بين نايكي والفيلم الكرتوني اللي هو باور باف جير، عليها طلب مره عالي. هتنزل في السكيت بورد كمان شوبس اللي هناك اللي في امريكا. هو شوز دانك واس بي وبرو كولابريشن مره جبار. متوقعين انه الريسيل اسعار ما بعد البيع للشوز ده هتكون فوق ال 400-500 دولار. انا كلها عجبتني، حتى لو اشتريتها وما لبستها كديسبلاي ككولكتبل شوز مره جبار. الماتيريال اللي هيجي مع الشوز ده، التكستشر اللي هيجي مع الشوز ده هيكون جبار، مره انصح بيه لو قدرت طبعا تاخده بسعر الريتيل. كلها 3 الوان حلوه، انا بفكر اني اخذ اللون الاخضر او اللون الازرق. اللون الاخضر مره غريب، مره حلو. اللون الاخضر ممكن ديسبلاي، اللون الازرق ممكن لبس، اللون البينك يعني ممكن يكون ليش او للبنات. مره جيد ومره انصح بيها، ولو قدرت اخذها بالريتيل او سعر قريب من الريتيل مره انصح بالدنك ده. كوبي 6 الريفيرس تنزل في امريكا يوم 15 ديسمبر بسعر 190 دولار، جباره. كوبي يا جماعه، كوبي الريفيرس، نفس الجرينش اللي باللون الاخضر بس ريفيرس، عكسه وخلوا محل الاخضر احمر ومحل الاحمر اخضر، لانه ذاك الجرينش كان يجي معاه اكسترا ليس تقدر تحط اللون الاحمر. الجرينش الشخصيه المعروفه الكرتونيه الجرينش، دائما شوزات كوبي دي تنزل في الكريسماس هناك، لانه الجرينش فيلم كريسماس، فهينزلوا دحين الريفيرس يعني معكوس باللون الاحمر، مره جباره. 190 دولار سعر جدا جيد، يكون عليها ريسيل جدا عالي. لون جديد، لون احمر، اللون الاحمر ده مره حلو، مره انصح بيها. شوزات كوبي سواء انت تلعب باسكتبول تبغاها الباسكتبول، تبغاها اللايف ستايل، تبغاها الديسبلاي، تبغى تجميع، انت تجمع الشوزات، مره جيد ومره انصح بالشوز ده. لبران 21 كونكلين او كونكلاين هتنزل في امريكا يوم 19 ديسمبر بسعر 200 دولار. ليه يا جماعه؟ ليه 200 دولار على الشوز ده؟ لبران يا ابويا نزل اسعار، كي دي ب 150 ب 160، يا ابويا ايش تبغى؟ ستيف كاري شوف كم اسعار الشوزات حقته، 200 دولار على الشوز ده مره ما انصح بيه. الوانه جيده، الديزاين ها يمشي حاله، اكيد هينزل عليه تخفيض، انصح لو عجبك الشوز ده خده بالتخفيض، بس 200 دولار صراحه سعره غالي وما انصح فيه. جوردن 14 بلاك اند وايت هتنزل في امريكا يوم 20 ديسمبر بسعر 220 دولار، مره لا، ما اعرف احد يلبس الجوردن 14، حتى لو عجبك الجوردن 14 ده هينزل عليه تخفيض. وصراحه الوانه ما حلوه، ليش تاخذ الجوردن 14 ده؟ عندك كذا جوردن تاني ديزاينات حلوه بالوان تاني احلى من ده ممكن تاخذها، فمره ما انصح بالشوز ده. كوبي 4 بلاك مامبا هتنزل في امريكا يوم 26 ديسمبر بسعر 190 دولار، مره مجنونه، مره جباره. الكوبي 4 يا جماعه عليها طلب مره عالي، يمكن هذا اكثر ديزاين لكوبي عليه طلب. الكوبي 4 سواء انت باسكتبول، كل لعيبة الباسكتبول يحبوا يلبسوا الكوبي 4، مريحة في اللبس وشكلها مرة حلو، مرة ستايل. تبى تلبسها لايف ستايل، الكوبي 4 جبارة، فيمكن عشان كده دائما الكوبي 4 عليها طلب. وكمان الكوبي 4 في الفترة الأخيرة وقفوها، ما صاروا ينزلوا الكوبي 4، فهذه الكوبي 4 ريترو يعني نزلت قبل كده اللي هي البلاك مامبا، وكده عليها السنيك سكين وكلها باللون الأسود، مرة جبارة يا جماعة. 190 دولار مرة أنصح بالشوز ده. الشوز ده أنا نفسي فيه، الكوبي 4 هذا أنا نفسي أخذه، هو والريفيرس اللي باللون الأحمر اللي زي الجرينش الشهر ده، وطبعا كل التعاونات اللي قلت لكم عليها مع الدارن بيكر كلها جيدة زي ما قلت لكم. 26 ديسمبر بسعر 190 دولار. ترافيس سكوت نايكي ماك اتاك هتنزل في ديسمبر ما نعرف ايش اليوم بسعر 140 دولار. اتكلمت عن الشوز ده قبل كده، النايكي ماك اتاك، ديزاين جديد، ترافيس سكوت بيسوي كولابريشن مع نايكي، حط لمسته عليها، حط الكاكتس جاك والاشياء، غير شويه خلاه باللون الرمادي واللون الاسود. ما اتوقع هذا الترافيس سكوت هيكون عليه طلب كثير، يعني ممكن يطلع ل 160 دولار، 180 دولار، واتوقع ممكن يسله زي الاير ترينر، ممكن ينزل سعره اقل من الريتيل. ان الاير ترينر الان اللون البني ولا اللون الازرق اسعارهم كلها اقل من الريتيل. ماني عارف هذا النايكي ماك اتاك ترافيس سكوت ايش هيكون وضعه، بس في الاخير يا جماعه ترى ترافيس سكوت يعني انصحك لو انه نزل بسعر الريتيل انك تشتري، مره جيد صراحه. انا اشوفه عادي، اي حاجه ترافيس سكوت احط لمسته عليها يطلع جبار، هينزل في ديسمبر ما نعرف ايش اليوم بسعر 140 دولار. ترافيس سكوت جوردن كات ذا تشيك هتنزل في ديسمبر ما نعرف ايش اليوم بسعر 200 دولار. ديزاين جديد يا جماعه، تعاون جديد بين ترافيس سكوت وجوردن، مو ترافيس سكوت ونايكي، ترافيس سكوت وجوردن.
ديسمبر، شهر ديسمبر 200 دولار هينزل منها كذا لون، اللون الاخضر واللون اللون الابيض والزيتي، اللون الابيض والاسود، وفي لون ثاني كمان حينزل اتوقع اللون الابيض والازرق ماني فاكر، بس زي ما قلت لكم هينزل في ديسمبر. ناس كثير مستنيه الشوز ده. ترافيس سكوت بان كم مره، ظهر كم مره هو لابس الشوز ده في حفلاته الاخيره يوتوبيا، وظهر هو لابسه برضه وهو ماشي في كم مكان. الناس ليها فتره تستنى الشوز ده. بيقولوا انه هينزل في شهر ديسمبر بسعر 200 دولار، بس مو عارفين متى اليوم، يعني الكريسماس يعني مع الاجازه حقتهم مع الاعياد. صراحه هذا انصح فيه اكثر من النايكي ماك اتاك، هذا ديزاين جديد وممكن يسوي كويس، ممكن يكون فيه ريسيل. انا عجبني ده اكثر من نايكي ماك اتاك، مره عجبني. في الاخير يا جماعه ترافيس سكوت يعني ما يحتاج اقول لكم، ترافيس سكوت اي حاجه زي ما قلت لكم للمره الالف يحط لمسته عليها يتفجر الشوز، يتفجر التيشيرت. الماركتنج تيم قلتها وعدتها 100 مره، الماركتنج تيم اللي شغال مع ترافيس سكوت جبار، يعرف كيف يسوق له. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اديتكم النشره حق ديسمبر ايش الشوزات اللي نازله. اللي وصل لده البارت من الحلقه معناته عجبته الحلقه، ايش تسوي؟ اضغط لايك، فعل جرس التنبيهات هتجيك فيديوهات جديده، اشترك في القناه وادعمني، سوي شير قد ما تقدر للمقطع. سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، انستغرام يا جماعه، التيك توك قريبين من 100,000، روحوا سووا فولو، وفي النهايه يا جماعه شير. تيك كير.